اللهم ببركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم جازه عنا أفضل ما جزيت به شيخا عن مريديه. اللهم افني أسماءنا في اسمه، وذواتنا في ذاته، وصفاتنا في صفاته. اللهم كل من تعلق به وأحبه ونظر فيه نظرة خير، اللهم أعطيه كل ما يتمناه يا رب العالمين. أمين أمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة ورحمة عامة. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، بإذن الله تعالى سوف نستأنف دروس حكم مولانا الشيخ شرح الحكم الكركرية، وسوف نقف عند حكمة من حكمه رضي الله تعالى عنه، يقول فيها: إذا نزهته بعقلك فقد شبهته، إذا نزهته بعقلك فقد شبهته. فهذه الحكمة تتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى الذي معوله وأساسه القلب وليس العقل، لأنه قال رضي الله تعالى عنه: إذا نزهته بعقلك فقد شبهته. فالعقل مقهور تحت سطوة الحواس، مغلوب بما يراه من الكائنات، لذلك كانت المعرفة عنده مستفادة من ما يصله من الحواس الخمس، وبما علمه من القواعد المنطقية الكلية التي اتفقت عليها العقول، وبما حصله من تجارب. يستعين بجنود الحس كالقياس والأمثال والأضداد لتحصيل العلوم، لذلك فهو أسير الأكوان أي العقل، وأسير الأين، فلا يفكر إذا فكر إلا في مخلوق مثله. والحق سبحانه وتعالى لا ضد له حتى تعرفه بالأضداد، ولا ند له حتى تقيسه عليه، ولا مثيل له حتى تعرفه بالأمثال، ولا ينتسب وليس له أين فتدركه بالأين، وأنت محصور في أينك. فمهما أرسلت بصر عقلك بأفكاره تريد إدراك ما هنالك إلا عاد خاسئا وهو حسير. ومهما سعى للخروج من أرض التشبيه التي لا انفكاك له عنها يريد صعود سماء التنزيه، إلا هجمت عليه شهب العزة ترده خائبا وهو كسير. فالعزة الإلهية قضت أن لا يعرفه أحد بهجوم فكره، وإنما بتوفيقه وإذنه. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ولذلك أجمع أهل الله تعالى على أنه لا يعرف الله إلا الله، ولا وصول إليه إلا به. يقول الإمام الكلبادي رضي الله عنه: أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده، وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل في حاجته إلى الدليل، لأنه محدث، والمحدث لا يدل إلا على مثله. وقال رجل للنوري رضي الله تعالى عنه: ما الدليل على الله؟ قال: الله. قال: فما العقل؟ قال: العقل عاجز، والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله. وقال ابن عطاء: العقل آلة للعبودية لا للإشراف على الربوبية. وقال غيره رضي الله عنه: العقل يجول حول الكون، فإذا نظر إلى المكون ذاب. وأنشدون لبعض الكبار: من رامه بالعقل مسترشدا صرحه في حيرة يلهو، وشاب بالتلبيس أسراره يقول من حيرته هل هو. وقال أبو بكر القحطبي: من لحقته العقول فهو مقهور إلا من جهة الإثبات، ولولا أنه تعرف إليها
الأشخاص لما أدركتهم من جهة الإثبات، يعني أن العقل لا يستطيع أن يعرف الله سبحانه وتعالى إلا بأن لهذا الكون إله خلق هذا الكون، فهذا حد معرفة العقل بالله سبحانه وتعالى. أما المعرفة الحقيقية التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن بها، فهذا الأمر لا يستطيع العقل أن يحوم حول هذا الحمى، وإنما هذا لرجل سلم قلبه لعبد من عباد الله أتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما. فمن سلم قلبه لعارف من العارفين بالله تعالى، هذا العارف يكون متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحس والمعنى، فهذا يستطيع أن يصل لا نقول إلى معرفة الله المعرفة التامة الكاملة، وإنما إلى الغياب عن نفسه ويبقى الله سبحانه وتعالى. فهنالك يدرك بالله سبحانه وتعالى معنى قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويدرك معنى قوله سبحانه وتعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، ويدرك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وغير ذلك من الآيات الدالة على قربه سبحانه وتعالى من العباد. فهذا القرب الخفي المعنى لا يدركه إلا ذو بصيرة تعلق قلبه بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق يجول في عوالم الملكوت من مقام إلى مقام على يد متمكن خبير بالرحمن. فهذا الذي يستطيع أن يذوق المعرفة، فمعرفة الله سبحانه وتعالى لها جلالة عظيمة في القلب، لأنها على قدر المعروف تكون عظمة المعرفة. لذلك كان تنزيه الباري تعالى بواسطة العقل يعد تشبيها عند ذوي البصائر. فهنا اختلف وتفرقت الفرق، فكلهم اختلفوا في معنى توحيد الله سبحانه وتعالى وفي الآيات التي تتحدث عن ذات الحق سبحانه وتعالى وعن صفاته. فهنا ظهرت الفرق الإسلامية، فكلهم يبحث ليخرج لشيء يطمئن به ويتمسك به، ولكن كل ذلك باستخدام آلة العقل. وأما العارفون فتركوا عقولهم وذهبوا إلى الله بالله، فوصلوا إلى حقيقة هذا الأمر الذي هم قاصدونه والذين هم يشهدونه. فذوي البصائر كما قلنا تنزيه الحق بالعقل عندهم تشبيه لكونه قائم على قياس الغائب على الشاهد، ولقد علمت أنه تعالى لا يعرف بالقياس، ولكن العقل إذا استرشد بالتنزيل ووقف عند حده المحدود كان صاحبه من السالمين. لذلك قال سيدنا أحمد العلوي رضي الله تعالى عنه: من تمسك بقولهم والله مخالف للحوادث فقد نجا. يعني من عرف هذه القاعدة وتمسك بها من يعني عامة المسلمين فقد نجا. أما من رام البحث عن الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالتحقيقات العلمية التي يتجه نحوها المتكلمون، فهذا لا بد أن يخطئ، لأن العزة الإلهية تقتضي أن لا يعرفه أحد بفكره، ولكن كما قلنا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لمعرفة شيخ هذا الزمان الذي دلنا على الله وأنار قلوبنا بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه عنا أفضل الجزاء، وأن يبارك لنا في عمره، وأن يبارك في جميع فقرائه وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين، وأن يرزقنا من فوقنا نورا، وأن يذيبنا في النور، وأن يعم جميع جوارحنا وذراتنا بالنور حتى لا نرى ولا نسمع ولا نشهد إلا هذا النور. آمين آمين آمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.